المريخ. مشاهدينا متابعينا الاعزاء حضرنا الكريم، ما زلنا متواصلين بتواصل مسلسل الناموس من مهرجان السلامه وتواصل الانطلاقات على ارضيه ميدان التحدي للتحديات الحاضره والمتواجده في ميدان الشحانيه. نبدا بحضراتكم مع الاسماء الخمسه الاولى الحاضره في مسيره هذا الشوط. المركز الاول من يحمل الرقم خمسه على اول المراكز، منذر خليفه بن عبد الله بن محمد النعيمي على اول المراكز. المركز الثاني يا سلام تواجد الاعداد وتزايدها في هذه الانطلاقات في هذه المسيره الحافله بالانجازات في عمليه البحث عن الناموس الصباحي المميز في هذا المهرجان. المركز الثاني التواجد من قبل شاهين علي بن حمد بن سالم ال شعيل المري على ثاني التحديات. المركز الثالث ثالث المراكز ثالث الاسماء ثالث القادمين المتواجدين من قبل نجران نايب عبد الله الحرسوس. المركز الرابع أتابع تواجد ناموس لمحمد بن حمد بن سالم النابت المري وفالك الناموس يا راعي ناموس على المركز الرابع. المركز الخامس خامس الأسماء القدوم من قبل الرقم 17 وهنالك مدلل طلال بن علي بن مبارك العجمي أهالي ميدان الكويت ميدان الشهيد في أيضا دولة الكويت المشاركين الإخوان الأعزاء الحاضرين والمشاركين على أرضية ميدان التحدي. مرحبا بجميع الضيوف، مرحبا بجميع القادمين المشاركين والمتواجدين على ارضيه ميدان الشحانيه. هنالك الاسماء ايضا الشعارات القادمه والمتواجده بمسيره هذا الشوط وخلف النداء نتابعها على الكادر الاسفل من شاشه قناه الريان الفضائيه. شكرا علي محمد بوشارب دائما وابدا يتواصل مع المشاهدين والمتابعين بكل ما هو جديد من انطلاقات ومنافسات. انتصفت المسيرة، انتصف المستوى الفني، أتابع الأسماء، أعود إلى منذر، منذر 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 على الصدارة على المقدمة، خليفة بن عبد الله بن محمد النعيمي مقدمة لنا شعاره على أول المراكز. المركز الثاني وصل شعار بن كاظم يبحث عن سيارة ثانية في هذا الصباح، يبحث عن نقطة ثانية لهذا الشعار اللي عاد بقوة بعد غياب عن منافسات هذه الرياضة. المركز الثاني التواجد من سلود فيصل بن محمد بن حمد آلف هيدا المري. المركز الثالث التواجد من قبل مدلل طلال بن علي بن مبارك العجيب. المركز الرابع الهبوب لسالم بن محمد بن حمد الفهيدي المري. المركز الخامس التواجد من براك سلطان بن علي بن شافي بن هويدي العجمي على خامس الاسماء وهنالك اسماء قادمه واصله لا محاله. الله ارى شعار بن قمره بمتابعه بن هامله اللي بدا يتسلل في هذه اللحظات لينطلق مع الاسماء، لكن اعود الى بن كاظم وشعاره على المركز الاول. سلهود سلهود على اول المراكز ما زال مثبت الوجود بالانطلاق فيصل بن حمد بن حمد آلف هذا المري، لكن تغيرت الأمور. الهبوب وسالم بن محمد بن حمد آلف هذا المري يغير مجريات الشوط. المركز الثالث التواجد من المشرف حمد بن سالم بن حمد القمرة على ثالث التحديات. صالح بن حمد بن هاملة يتابع بعملية تضمير. المركز الثالث التواجد من سلود فيصل بن حمد بن حمد آلف هذا المري. المركز الرابع أتابع القدوم من ناموس محمد بن حمد بن سالم النابت المري. المركز الخامس التواجد من قبل براك سلطان بن علي بن شافي بن ويدي العجمي، لكن اعود الى الصداره، اعود الى المقدمه، اعود الى الانطلاق، الى التقدم، الى التواجد الصداره. انطلق بن كاظم، انطلق بن كاظم مع النقطه الثانيه. الله يقدم لنا شعاره، يقدم لنا شعاره بانجازاته الحافله الحافله. هذا الشعار يا ما صار رجال وما قدم ايضا اسماء ونوعيات نادره
يذكرنا بخيرة ويذكرنا بالأسماء الخطيرة اللي يحمل هذا الشعار وقدمها لنا هذا الشعار مع المركز الأول ومع الصدارة والمقدمة. سلود على المركز الأول فيصل بن محمد بن حمد آلف هيدا المري مع المركز الأول ومع الصدارة. يتابع هذا الشعار علي بن حمد آلف هيدا المري من قدم لنا النوعيات النادرة والأسماء الكبيرة. ومشكور يا بن كاظم. والنقطة الثانية ولله دري الثاني والتبريكات. المركز الثاني كان الوصول من قبل هبوب أو على المركز الثاني 44 اللي هو شهيلي عامر بن سالم بن عامر العامري أو العمري. المركز الثالث وصل الهبوب لسالم بن محمد بن حمد الفهيد المري. المركز الرابع كان الوصول من قبل ناموس لمحمد بن حمد بسالم النابت المري. المركز الخامس وصل مشاهدينا الكرام مشرف لحمد بن سالم بن حمد القمرة المري. مشاهدينا الكرام متابعي الأعزاء 6:16 تسع أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات لمركز الهود فيصل بن محمد بن حمد الفيدة المري على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. وتوقيت ثاني المراكز 6:22 22 ثانية جزء واحد من الثانية. الثاني والتبريكات نزفوها لمالك شاهين عامر بن سالم بن عامر العمري على فوز شاهين على المركز الثاني. المركز الثالث 6:23 خمس أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات لمالك الهبوب بسالم بن محمد بن حمد ألف هيد المري. وشكرا علي محمد أبو شارب على موافاتنا بالتوقيت.